اسمعوا سيمتنا عزيزين مشاهدينا مشاهدي قناه تعريف نت تي في، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يسعد ربي وسنكم صرف احد درهنا صحه ظل البركه. اقرا نقول جوج الحلقه نغني زي الحلقات البرنامج نكون جيمز ذا قناه تعريف نت تي في. نهار ان راح نشيج سوق ثلاثة ندين للحسيمه ماني غنصنف ونسحس وانزع من قان سبب ذني كي سوق ثلاثة خري غريه يمغان سوى التاس يوقعنا قيمواتنا المغرب ونسن ونزار بأنه كرس وإلا الأتمنة يعني ترتفع يوم بعد يوم مربان كادس كيدس يعني أن راح نسقسى كيش حاجة نتف التمانية ستواغية واش ينقص لا بالعكس انت في ثماني سني المواطن يخدم الزوق ذاني تين كيجيت للحسيمه ويقمشي يتعقر حتى في الاثمنه المواد اللي تحوج كي ذو 30 نس كل واحد من يقع من زيك الزياده من الزياده ثاني تين مين تعنى عند الاسباب الحقيقيه يجعل الاثمنه ياتينا مانين واش عاد ذين شي وذان للحسيمه عاد سوق نشي السوق ثلاثه جيش اقبال امزدا واش عاد استهلاك نشي مثلا يزيد تم جاتش لو فقير يما مثلا سي مثلا ذم جاتش يعني وض خمسه دورو لم يسبق بالتاريخ ذم جاتش وض خمسه دورو غنغدني تين كي الحسيمه قاغ ذم جاتش ذا بلديث ذم جاش دارو ميت دراها دورو ذو يزيد ذني سكوني جنت من ذم قرن من يعنى زما ذيني غو يسيغران منايا واش ذي سبب إيان وزيادة ثنتين واش ذيك السبن واش ذي الحكومة واش ذي الشركات يعني أسئلة كثيرة عندنا في الجواب نسن غي سببنا المواطنين إذا كين غي سيورن كي الحوارة إن قس قناة تريفني التيبي كي السوق انترذا قيمة كان غايث مثلا سيف مثلا فاذا كان روبورتاج وانيتين حتى انقرو ماني عاد مساك قاعد روبورتاج اثنغني سنتين زي الحسيمة وبرمج لكم اكي مزدا قيمة كان أيضا مثلا مشاهدي قناة ريفنت تي في، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نترحب بزاكم غا روبورتاج وانيتين تغانك السنتين زي السوق ثلاثة السازي ندير الحسيمة ماني غانا حنسير شويتي نزار شويت نسور خريغ راني وقع ندانيتين مواطن المغرب نتغزا مش حالي تك نهار نسور شويت خويا زيد نزار الثمن ويا زيد ماني يوض كاين غير جندو مات انت السبب هذا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما تموت كيسميني عبد الباقي. ما تاع الباقي شكا سباب ذا التجاري كي ويا زيد الطازك ميت جدا ثلاثة؟ الطازك شحال تقريبا؟ الطازك 2004 2004 قش دانيتي؟ ما نسقساش كي ويا زيد شحال يدك ويا زيد تريسينتي؟ يا زيد تريسينتي حاليا يسوى 22 درهم الكيلو 22 درهم؟ وتجي غلا شويت؟ اي غلا شي حاجة بالحق من ناحية الماكلة ينس دعني شي حاجة امزوال ومخرى خصو يزيد يزيد اللي يسوى 15 17 درهم راه عارفين سي غيطا 370 درهم وقنده الوخا حاليا يسوى 600 درهم وقنده يعني تقريبا يدوب لاقي الثمن 80 كيجعلني يزيد يعني يوض العدد هو 600 درهم يعني 900 60 الف وقنده عرف ويزيد كيج نهار يتك نهار يتك 370 درهم ومن ناحيه في جوس مخرى يتجرى مزيان يعني من ناحيه فتحني السدفان يسوى 2 درهم روخا حاليا يسوى 6 درهم. والسبب مزيغرا ويزيد. السبب مزيغرا ويزيد يعني في جوس يعني قد 80 نس عرف يعني قد 80 نس. عددها. ومخزعش كعادي واش الثمنان غادي قيمه 100 من ناحيه خمش اللي هو قد 8 مرة ينقص العرف غادي ينقصوا يزيد اوتوماتيك. مرة قيمة العرف يغرى وزما اللي هو ويزيد. حيت روخا فجا حيت نقام ياسو يزيد. عدايس 15 درهم يطور 17 16 ونص 17 ونص يسي يطور او في الجحم زي خصيت نقامة واخا مرة انا عدا زكويا زين تريسينتي مدجاج مدجاج ذي غرام شحال تك مدجاج ايش نعم شحال تك ايش نعم حاليا سوا 140 فرانك السبب من مدجاج مو يزيد كيف كيف حيت واخا يزيد عاد شفت على الفنيني عاد شفو يزيد وان كوارينتي فما تسمانيني ذي غرا خذ عنك الثمن ام زوال وفجاح ما عاد جن معمل ديازيت مية ندي مجالين اللي يستغل عرف 350 360 درهم وقندا لو حاليا يستغيث 590 600 درهم وقندا يعني مانايا تقريبا يدوب لاقي الثمن وني كيجعل عندها مجدش ثاني قد الثمن
انت تشتغل مكثوف في الاقبال قاين قشي حاجه من اكليق هيا غزيد سوا درهم و 40 الى نزنوزا اج العدد واخا نص العدد نيوت نزنوزا يعني هو اذا ما جاتش لي غرات سوا واخا باكيت 42 درهم شني نام زوالو اذا ما جاتش لي نزنوزا الباكيت 22 درهم ونص يعني تقريبا ازقن 22 درهم غير باكيت ريغريا اني وقع وكيازيت ما جاتش زعما خصتيني كوريك بانه حتى ذي وذا نقيمشي الصاغنا ماك صاغني جنا يعني نقصن وكن واش منظار مزيمانيه وا منظار زيمانيه لوخا يعني الطلب ينقص طلب ينقص من ناحيه من هذا ميقاكو وشي الباكيت المجالين وخيقاكو شي 10 المجالين من ناحيه كيازي دي سوا 22 درهم يزيد نزادو حاليا يتزد الزبون غانغي قان يتحتاج عبعي يزين وخي توينين يزين وني يتحتاج جنين يزين توجو يزين مزيا ومرا خصني يزيدن ومرا تقنا 12 درهم جات راه خاص بشحال هاد الثقه نتاعنا هذوما تاع الباقي ساعتني مخرا يزيد سوا 12 درهم 13 درهم مخي السوق يكمل يخدم مليح يخدم عني زنوزان مليح من تغاتا ويخص واحد زنزتا يا حشات في الكملت وسواء ان ديازين يخدم دجاج ولكن وخاز يعني منايا السوق يتعمى يعمى الحوايج لقينا بموجود ولكن الى غدا قراك جميعا مسائل ماشي غايا زيت من دجاج زي المواد الغذائيه وجبده كيس كل شيء ثاني قدامي واخا هذو تاع الباقي شكتاسكم تجي تسبب ثاني تنقي ثلاثه اكيد غاكي جنديري يا يعني مرنا حيو زيد بلدي واش انت يعني شيني غلا يا زيد بلدي يعني يا زيد بلدي اذا ما جاتش ذا بلدي تروح حاليا سوا 2 درهم ونص ام زوالو سوا درهم و20 يا زيد بلدي غي سوا مثلا 70 درهم 65 درهم نهار كاع 85 درهم 80 درهم يعني واخا يا زيد بلدي يعني قدامي كل شيء يعني قمشي زيك يعني ماني يعني كل شيء بلدي كل شيء ومن ناحيه عاود يقنا يعاود كيف خذ يقنا يقنا يلو خا شاري نصاغي تنشني 100 درهم لو نصاغي 140 درهم لو نشني تي جاري نعرف شفن كيفاش واش اقني صاغت 6 مناوليت اقني نصاغي اقني مزين زنوز نشني نزنوز اقني لو 70 درهم 75 درهم ام زوالو الى عرفها مخيره يا خاص اي من داي كاع شاري يا خاص اذا نزنوز اقني 55 60 درهم لو خاص كي غير نزنوز 70 75 درهم الباقي كلشي ماني على حسب نفهم زكوارينك اخواني المشاهدين ويقع الباقي بانه زياده يعني يوقعن الاسعار الثمن ويا زين كذا يعني حتى المواطن يقيم شي ساغ بزاف مو كيجنا كنور كنو المدار مو يقيم شي ساغ مو كيساغ مجنا ينقصوا قمشي ومزوالو وخا من ناحيه طلب ينقص كي جميع من ناحيه المتشارين يا زيد كل شيء نقصني وانا قمشي الصاغن هو مزال وطاس الصاغن دروس نيغو الساغ شقة وما تعال باقي شكل سبب كي زيد انا تقدر شاس وطاس اك جوج كلمة كاروتي المشاهدين من غني ديو خادي قبل البركة ان شاء الله نطلب سمنايا غادي نقص منايا غادي نقص حاجة الاثمنة من ناحية العراف من ناحية غير من دايم من ناحية ان شاء الله تفيد عقب الثمن هو مزال ان شاء الله ان شاء الله انت قدرش بارك الله فيك انت قدرش بارك الله فيك الله يحفظك كنت كي نغيث مثل مغسوين مثل ماني غن عدا غعاد السوق مترى ثماني دهم طغنك سياز مديني غن ممكن أنا فحت ماني إذا نغيوش نتصريحين سقي منايا كنت كي نغيث زيتا بركانت زيتا بركانت إيش التمان الخيالي إيش التمان عماسوس عقيرة زيت تقدينت غينا صديقة بارا 5800 116 دور ثنين جديد غينا 160 170 دور 8500 8000 مو خاص غادي قلتش كتصغل لترون الزيت غير خمسة ستة حنجان خصها كتسيس صغيرة غروما باش تقد الطاجين مي روخا مين داك دقة قوسي زما باش غادي يصغل لترون الزيت هادي سيسنا غروما يحاموش غير خصها صار صباح 24 براس خمسة ستة حنجان وصدقي يدي ابارتي الطاجين دروك نمشي للطاجين دروك نسي واش تنسنا ستة شمرات ويجي زمارات 10 100 وزمان شي واخا الزيتون قراك انزا ويجي شي صدر بادي يا حمصه رحمتي ناس يقراك الزيتون قليل ماشي مشكل يعني ندي بانا مخمان وفيد روح المشكل غنشني هو هو الخضره القطن القطني الخضره المناني جاني يعني غاصبو الحل ما الزيت ماشي مشكل اسكوا سودي يوسف ونزار ان شاء الله العام يدي كونا ديال الخير شنو نقطع شي راه يزي ربي العالمين فهمت ولكن يعني الغران القطني خاص نبول الحلامي
غصني تجي شي الحل أم رحيم الزمر عد السام تجوبي ثم ضبيصة ثمينات بزاف خمانايا الصراحة الله يغرب بزاف أقدين عدد سياك مرغد عدسك مرغد جوبي ثك مرغد مش حاس بقى ما يطاوض وغطي أوضنا تيسق وتيتي وضحيد هاق ثلو خوانيتين رعد سندمات نغانين نشني رعد يعني إذا مقران شي حاجة رعد سقرس رعد البلدي ويقى يتخارس 36 دورس الجمرث تقغس 38 تواغك سدرهم و ذا مزيان شي حاجه الليلو يتخرج سوار فو 500 زنوز يخرج سوار فو 600 درهم اروز الى زنوز 5 كيلو 25 درهم كابريس نهار انا مع سيدي قالت السعاره فو 500 اي 5 كيلو زنوز 22 سوار فو 400 ني ماشي مشكل الزنجلان عادي عادي الزنجلان المهم قدي رحيم زولنا نقران شي حاجه موني غايدنيش وني تخرج 37 دورو الجمر زنوز 70 دورو داك درهم و 50 جوبيت أمختار تخرج سوار فو 500 30 دور ميزي تخطى زنوز يخطى سوار فو 600 ذاك درهم هامين يتجند الأساس دينا رفقنا ثينا مكارونيس ثينا إلى زنوز 10 درهم إثيان نشتغاس ندار فو 200 إثيان نسكغل حانو تيجي ويدا زنكيلو 7 درهم 1400 ميزي غي عيش بوبري هاي قارك ما غي تحارك قاسن درع ذي حارك قاو غاس بولحن قيو في شي بولحن شعرية 1300 إيران يبقر موي انت ويدي سلمان إغاروبة ما يتجان وذني تجو غاربو كورا غاربو ما يتجا شاكي قنيطرة شاكي طنجة شاكي رعيشي إبحرين تمتن وحد سن ثواين ستمتن دا وحد سن نشني من طلب دمانايا الطلبة ديري شي حاجة نرواج يعني يدخلن شي حاجة مسؤولين قيمانايا تخزن مخا حل المشكلة باش يوذن وتحريق نشي وقور نشي تقيم القيد ما تنصن غنشي ندا ما تنصن نعمة الله ولكن غنغري غير المدخول وغنخشي الله يحسن عاون اي واحد رخون غدا في الدوس الصدا مزيان يتمنى ذي حرق يقراك هذوك غد تعقيب تنخوى ذا مثلنا لا شين ذا مثلنا وتنخوى شين الزوان عيش لان شنين مش من قاض منايا الله يعاون الله يجيب تسير انا يا رب العالمين خنا غادي بشي انت وين خير المساكين صافي لا عفو امي الله يا ودي أردني تينا جمعنا سينا جمعنا مشاهدينا الأعزاء نتوضا نقارون الحلقة يا ثاني فين حقنا سنثم شهادات وصريحات تجار للحسيمة وسقار ميشهم تنبيح هذا مهدر ومزدوغ ثاني تينا قاريف لكني وزما ما تولي مغانا وتشاك مكينا سواء نقل برنامج أجلزة نيق في البرامج نوني قناة ليفنيت تي في فقط بإمكانكم الاتصال بنا هو بالتليفون الرقم كما تشاهدون على الشاشة الرقم 06-13-42-99-76 أعيد الرقم 06-13-42-99-76 بإمكانكم التصل مزدعنا حما تشاهد مكينا جي سواء برنامج جيمز داغة عبام يعني رأينكم جي مواضيع اجتماعية انتناقش بميك نسور جي برنامج وانيتين نير جي البرامج النغني إذ مثلنا سوى مثلنا أردنيتين تجير شوم جيرا من هنا وتمصف ذاكيكم كيكم ساكا إن شاء الله جي الحلقة إديوسين والتوشي إنو جينشي أبوني القناة تذكنا أبوني والتوشي المشاركة البرتاج إي فيديو مري عجبكم من طبيعة الحال اللي جيم أحمد أنصيود دبرتنا من زمنا أطول أقوماتكم سعيد القجيري تحيير شوم سوطاس سازي الحسين إلى اللقاء.